ولنقاش ملف اتساع النفوذ الإيراني في العراق والانتقادات الموجهة للأحزاب الحاكمة بتضييع سيادة العراق مقابل دعم إيران ومصالحها، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور. أسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا. أسعد الله مساءك. مركز ميمري للرصد الإعلامي قال إن العراق من بين أبرز دول المنطقة التي سيطرت عليها إيران، ما الذي يمنع العراق من إنهاء هذه السيطرة الإيرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والمشاهدين قناة الرافدين والعاملين عليها. هذا الموضوع موضوع مهم حقيقة، وموضوع تم الحديث فيه كثيرا، أن المشروع الأنجلو-أمريكي الصهيوني الفارسي في العراق ركز على عدة أوجه. الوجه الأول هو الاحتلال الأمريكي الذي مكن لإيران وأطرافها وأحزابها ورجالها وليست وكلائها، لأن هؤلاء الناس الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية هم أناس انتمائهم العقدي إيراني وليست عراقيون. نعم يحملون الجنسية العراقية لكن ولائهم الإيراني لأنهم قاتلوا مع إيران خلال حرب 8 سنوات، فمن باب أولى من يرفع السلاح يقاتل مع من ينتمي، فبالتالي هم سلموا مقاليد الحكم اعتبارا من مؤتمر لندن 2002 قبل الاحتلال. نعم. الوجه الآخر أن بعد الاحتلال مباشرة بدأ مسلسل تحطيم الاقتصاد العراقي من والاعتماد على النفط بشكل مباشر لصالح إيران. لاحظ حتى القضايا الصناعية والكهرباء والنفط في بداية السنة لا يذكرون كان يستورد من إيران ومن دول أخرى، وتم إيقاف وتدمير ما يمكن تدميره وإيقاف حتى المنشآت الصناعية العاملة، يعني تم إيقاف مصافي النفط إذا تذكرون في بداية 2003 و2004 رغم أنها لم تصب بأذى لكي يتم استيراد المشتقات الوقود من إيران ودعم الاقتصاد الإيراني، وهذا متفق عليه. المرحلة الأخرى هي مرحلة التدمير ما تبقى خلال المراحل الاحتلال الطويلة وفي وجود القوات الاحتلال الأمريكي في ذلك الوقت. دأبت الأحزاب الإيرانية التي تعمل في العراق بالواجهة السياسية وفي النظام السياسي الجديد الذي بشرت به الولايات المتحدة الأمريكية على أن يربط كل شيء لصالح إيران. وهناك تصريح لرحيم العقيلي موثق في قنوات كثيرة قال أن كل من أتى هناك حوار بينه وبينهم لماذا لم يتم أخذ مصلحة الشعب العراقي؟ قالوا نحن نريد أن ننفذ ما تريد إيران. إذا هذا هو هذه الحقيقة. الجانب الآخر الوجه الذي رأيناه على الأرض من الميليشيات التي تدعي أنها تحرر العراق، كيف تعاملت مع المحصول القمح في محافظات العراق، كيف يتم إيقاف ومنع المصانع العراقية حتى في أزمة كورونا من إنتاج الأكسجين باستيراده من إيران. إذا هناك حقيقة نظام متكامل، ما يسمى بالدولة العميقة في العراق هي التي تتحكم في كل شيء لصالح إيران، وإيران تسعى جاهدة لإبقاء هؤلاء في مراكز القوة والسلطة، وكل شيء يتم التحكم به من خلال هذه المنظومة. تم تدمير الزراعة، تم تدمير الصناعة، نحن لدينا قطاع صناعي كبير وواضح العراق مشهود له. أين هو الآن الزراعة؟ أين هي الآن؟ لماذا دكتور بالعودة للنقطة التي أشرتم إليها المتعلقة بالمصالح، ما مدى جدية أمريكا بضرورة إنهاء النفوذ الإيراني في العراق في ظل وجود تأكيدات على وجود توافق إيراني أمريكي على الأقل على رئيس الوزراء الحالي في العراق مصطفى الكاظمي؟ أنا أعتقد وهذا يوافقني فيه من يوافقني ويخالفني من يخالفني بأن هناك اتفاقا إيرانيا أمريكيا لا زال قائما لحد هذه اللحظة على إبقاء العراق تحت السيطرة الإيرانية، وكل هذه الأحلام والكلام الإعلامي الذي نسمعه منذ سنين أن إيران تتدخل وأمريكا سوف تفعل ولكنها ما فعلت أي شيء، وخير دليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه اللحظة لم تمنع المساعدات المالية أو لم توقف المساعدات المالية للأحزاب الإيرانية والميليشيات الإيرانية
التي تقوم بضرب القوات الأمريكية في العراق وتدعي أنها المقاومة بعدما أتت بها أمريكا. أمريكا تعرف جيدا هؤلاء الناس كيف يتم شرائهم وكيف يتم التعامل معهم. أمريكا غير جادة في هذا الموضوع، والمجتمع الدولي يلاحظ أن المجتمع العراقي كما أشار تقريركم قد وعى لهذه النقطة بالذات وبدأ يرفض الوجود الإيراني بشكل كامل. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة لأوقفت هذا الأمر، لأن كل مفاتيح العملية السياسية ودعمها اللوجستي والعسكري والأمني والسياسي هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية أي خطوة جادة بهذا الاتجاه تؤدي إلى رفع التدخل الإيراني في العراق. لا تنسى أن إيران لديها مشروع تاريخي قومي باحتلال المنطقة والعزف على استرداد الإمبراطورية الفارسية، وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول إيراني من ضمنهم وزير الدفاع. لكن دكتور، بالمقابل الكاظمي كثيرا ما صرح عن رفضه بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية، ما مدى إمكانية تحقيق ذلك وهل ذلك من صلاحياته أصلا؟ الكاظمي كغيره يحاول أن يلعب على الجانب الإعلامي وهو غير صادق فيما يقول، والأدلة كثيرة على أنه هو جزء من هذا المشروع وليست بالضد منه، لأنه أول عمل قام به هو زيارة هذه الميليشيات وتثبيت وجودها في العراق. وحتى لو كان جادا وأنا أعتقد هذا غير ممكن، لكن دعينا نسير مع حسن النية مثل ما يقول المسبقة، أنه لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه هو أتى بإرادة إيرانية أمريكية، فبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيء للوجود الإيراني الذي يستطيع أن يزيح الكاظمي عندما يشكل خطر على المشروع الإيراني بأي خطوة من الخطوات. ولهذا السبب نلاحظ احنا بالعراق حاليا هناك جانبين، الجانب الإعلامي الذي يدعي أنه سوف وسوف وسوف، وهذه السوف سمعناها منذ 17 سنة ولم نلمس حقيقتها على الأرض. الذين قبله كانوا ينادون بإيقاف الفساد، حصر السلاح بيد الدولة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولكن عمليا هم يهرولون إلى إيران في أول نشاط لهم عندما يستدعي الأمر بتعيين حتى مسؤول. أي أصبح من الواضح أنه حتى تعيين الوزراء والمسؤولين يقوم بهذا العمل السفير الإيراني في بغداد، وهذا ما صرح به كثير من الناس الذين ارتبطوا بالعملية السياسية والذي يريد أن يبحث عن الأدلة أكثر من أن تحصى. نعم، شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.